السلام عليكم. اليوم غادي نشوفوا الصفحه 13 اون افون لا 5 اني، الى الامام السنه الخامسه. يونيتي 1 الوحده الاولى سيمين 3 4 اي 5. هاد بويم، هاد القصيده الشعريه اللي غنشوفوا اليوم غادي تكون معنا في الاسبوع الثالث والرابع والخامس. اوبجيكتيف ايدونتيفي لا ستركتور دان بويم. الهدف هو انك تتعرف على التكوين ولا التركيبه ديال القصيده الشعريه. نحاول نقراوها قراءه عاديه، ومن بعد نديرو قراءه شعريه، قراءه ايقائيه، ومن بعد نجاوبوا على الاسئله. J'ai vu le menuisier. انا شفت النجار. J'ai vu le menuisier. انا شفت النجار. Tirer parti du bois. كياخذ واحد القطعه ديال الخشب، طريف ديال الخشب. J'ai vu le menuisier. انا شفت النجار. Comparer plusieurs planches. كيقارن بين مجموعه، plusieurs، بزاف ديال بلانش، بلانشات هما الخشبات. J'ai vu le menuisier. انا شفت النجار. Caresser la plus belle. كيعانق الزوينه فيهم، يعني كيشدها عند صدرو، يعني كيهزها باش يديها لبلاصه اخرى. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. كيقرب من هذاك لو رابو، داك اللي كينشر به الخشب. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. كيعطي الشكل الصحيح، يعني كيعطيها الشكل الصحيح، كيقادها. Tu chantais menuisier. انت كتغني النجار. En assemblant l'armoire. وانت كتجمع داك الماريو، ديك الخزانة. جو غارد طون ايماج. انا احتفظ بصورتك. افيك لودور دو بوا. هي كنشوف الصورة ديالك، كنتفكرها، كنشم ريحة ديال الخشب، كيجيني في نيفي الريحة ديال الخشب. بحال من كتكون كتشوف غير الحامضة، هذاك الفم ديالك كيحمر، يعني هو غير كيتفكرو كيشم ريحة ديال الخشب. موان جاسومبل دي مو، انا كنجمع كلمات، يعني حيت شاعر هو. دابا هاد الشاعر شنو دار؟ كيلاقي الكلمات وكيردهم بشكل زوين. اي سي تان بو باغي، انا بحال انت كتجمع ديك الارموار كتقادها باش تولي زوينه، وانا كنجمع الكلمات، كنقاد الكلمات الشعريه، ملي كنقلب على القافيه ونقلب على هذه باش كتولي قصيده زوينه. نعاودو دابا نديرو قراءه شعريه. جي في لو منويزيي، جي في لو منويزيي تيري باتي دي بوا، جي في لو منويزيي كومباري بليزيار بلونش. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. Tu chantais menuisier en assemblant l'armoire. Je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi j'assemble des mots et c'est un peu pareil. Je répète. J'ai vu le menuisier. J'ai vu le menuisier tirer parti du bois. J'ai vu le menuisier comparer plusieurs planches. J'ai vu le menuisier caresser la plus belle. J'ai vu le menuisier approcher le rabot. J'ai vu le menuisier donner la juste forme. Tu chantais menuisier. En assemblant l'armoire, je garde ton image avec l'odeur du bois. Moi, j'assemble des mots et c'est un peu pareil. Deux de belles idées. Un tracé d'amour qui est par Eugène Quilvic. Mon chou d'un diwan d'il terre à bonheur, yani Ardou Saad ou Ardou Farah. Deux de l'assidane, je vois. شوفوا السؤال الاول، قال لك اوبسيرف لا فورم دو سو تيكست، يعني شاهد ولا لاحظ الشكل ديال هذا النص. هذا دو كاي جونغ دو تيكست ساجيتيل، من خلال الشكل ديالو شنو كيبان لك؟ هذا غتقول له سي تان بويم، هذه قصيده شعريه. دو كاي جونغ دو تيكست ساجيتيل، انها قصيده شعريه. اكوا لو ريكوني تو، باش عرفتي انها قصيده شعريه؟ نقول له بان On le reconnaît, quand on s'arrête,
à sa forme, chaque dialogue en vers, qui est un bête chérie, bête mort, bête mort, bête mort. On revient chaque fois à la ligne, comme Marakarjosta. Toutes les lignes commencent par des majuscules, qui m'a quelque chose, jamais Stora, qui est un harf kbir, majuscule. Il y a des phrases et des sons qui se répètent, qui ne jouent mal, ou à soit, les quatre carrés. Hadam, matin, j'ai vu le menuisier, il est taoudana, 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 taoudima. كتعاود وشنا هما كتلقى بعض الكلمات اللي كتعاود حتى هي هنا عاود ثاني شفنا هذا السؤال هذا كملناه ندوزو السؤال الثاني قال لك كومون ابيلتون سولوي كي اكري ان بويم القصيده كنسميوها ان بويم ولكن الشاعر اش كنسميوه سي ان بويت بويت عقلوا عليها مزيان الشاعر هو لو بويت السؤال الثالث قال لك شوازي La bonne réponse parmi les propositions suivantes. اختار الجواب الصحيح من بين الاقتراحات التالية. Proposition suivante. Et dans un poème, في القصيدة, le poète الشاعر معلوش شنو كيدير donne des informations précises. واش كيعطي معلومات دقيقة précises محددة ودقيقة. أو dit ce qu'il ressent كيقول داكشي اللي كيحس به en jouant avec les mots. باللعب بواسطة اللعب بالكلمات يعني كيلعب بالكلمات وكيوصف الإحساس ديالو ولا دون دي زانديكاسيون ولا كيعطي شي معلومات أو إشارات بوغ إيتيليزي أن أوبجي باش نستعملو واحد الأداة بحال داك الكتيب اللي كيكون ديال غتصاوب واحد باش تصاوب به مثلا تركب ثلاجة ولا تركب شي حاجة اللي شريتيها كيكون فيه داك الكتيب ديال الإرشادات لي زانديكاسيون إذا شكون صحيحة فيهم هي أنه كيحكي داكشي اللي كيحس من خلال اللعب بالكلمات هي دي il dit ce qu'il ressent ressent le verbe ressentir يعني احس en jouant من خلال اللعب بالكلمات هادشي كيقلب على الكلمات اللي عندهم موسيقى واللي عندهم نفس القافيه سؤال رقم 4 قال لك نشوفوا السؤال 4 قال لك combien de vers est constitué ce poème مش شحال من بيت شعري لو فير هو البيت الشعري شحال من بيت شعري كيتكون منه هذا كتكون منه هاد القصيدة نحسبو 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 اذا هادو هما لي فير هما الابيات الشعريه اذا هاد الجواب لو بويم اي كونستيتيي دو 16 فير من 16 بيت نشوفو خامسا شنو قال لك دو كومبيان دو ستروف اي كونستيتيي سو بويم اذا تعرفنا على لو فير شنو هو لو فير قلنا هو البيت الشعري دابا غنشوفو لي ستروف يعني الفقرات الشعريه شوف معايا الفقرات الشعريه شحال واحده كاينه ها الفقره الاولى 1 2 3 4 5 6 7 8 اذا شحال كاينه من فقره شعريه كاينه 8 د الفقرات الشعريه وشحال كاينه من بيت شعري كاينه 16 بيت شعري قالك دو كومبيان دو ستروف اي كونستيتيي سو بويم اي كونستيتيي دو 8 ستروف يعني 8 فقرات شعريه شاكون كل ستروف منهم كونت دو فير فيها جوج ديال الابيات ها انتم كتلاحظوا كل ستروف فيها جوج ديال الابيات انتهى هذه الصفحه 13 كملناها اللي اهم هو ان تعرفنا على ان لي فير هما الابيات الشعريه لي ستروف هما الفقرات الشعريه تعرفنا على الشاعر كيتسمى لو بويت تعرفنا على القصيده هي لو بويم انتهى